من جديد أهلا بكم في شير. المحتوى المتعلق بالمرأة والأمومة في الوطن العربي كثير ومتنوع، لكن طريقة التناول هي التي تختلف بين صناع المحتوى. فهناك من يحرص على تقديم نصائح مبنية على دراسات، وآخر هدفه تبسيط وتسهيل المعلومات لتصل إلى نسبة أكبر من المتابعين، وهناك نوع آخر يقدم محتوى كوميدياً حيث يقدم المعلومة أو يتحدث عن أشياء تحدث على أرض الواقع بطريقة ساخرة، وهو ما تفعله ضيفتنا اليوم ديما موصلي والتي تنضم إلينا من إسطنبول. أهلاً بك ديما معنا عبر شاشة الغد وفي برنامج شير. بداية لو تخبرينا، يعني لدينا فضول لمعرفة كيف كانت البدايات ومتى بدأت فعلاً بصناعة المحتوى. أهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير للاستضافة وللمقدمة الحلوة. أنا حقيقة ابتديت مع يعني منتصف الكورونا تقريبا بال2020 أواخر 2020، ما كان عندي أي فكرة ببالي، وفجأة مع الفراغ والفضل اللي عشناه حسيت إنه في رغبة جواتي حابة أعمل فيديوز. وهذه الفترة فترة الكورونا وفي ظل انتشارها نرى أنه المحتوى زاد بشكل كبير على مواقع التواصل، وهناك ناس اكتشفت مواهب، اكتشفت حب المتابعين لها من خلال هذه الفترة. يعني لو ننظر إلى حسناتها لمرة ما في هذا الزمن، 100% هدول أكيد كانوا من حسنات الجائحة 100%. بالنسبة لي طبعا مزبوط، في كتير عالم انتشرت وبلشت بفترة الكورونا على السوشيال ميديا، والسبب الأول والأساسي هو إنه الناس قدرت تكون شوي أفضل، الأشغال خفت، الالتزامات الاجتماعية خفت، الناس قاعدة بالبيوت، وبالتالي نسب المشاهدة أعلى، فكانت فترة ملائمة جدا لأي حدا حابب يبلش مسيرته على السوشيال ميديا. طيب لماذا اخترتي أن تقدمي محتوى كوميدي عن المرأة العربية تحديدا؟ يعني أنا يعني أنا كوميديان، المواضيع اللي بختارها هي مواضيع من الحياة العادية اللي بنعيشها كل يوم، سواء كانت عن الأم، الزوجة، الخطيبة، الرفيقة، بنت الأحمى، أي شخصية ممكن تأثر فينا. وطبعا المواضيع المتعلقة بالأم بالذات هي من أكثر المواضيع اللي بتأثر فينا كلياتنا، وبتكون مشتركة بين كتير بيوت برغم اختلاف الثقافات. يعني طب ما هو أكثر مقطع محبب على قلبك؟ أنا أكثر مقطع يعني كنت مبسوطة وأنا عم بعمله هو الفرق بين الولادة بين العرب والأجانب، لأنه أنا شخصياً عشتها كمرأة عربية عم تولد ببلدان أجنبية، لأنه أنا يعني ولدت أطفالي بكندا، فكان عندي يعني واقع عشته حقيقة، وصرت أقارن بين المشافي وتعامل الممرضات وردة فعل العالم والزيارات، فهذا أكثر مقطع يعني محبب عندي وأكثر مقطع على رواج عند العالم. ومن أكثر المقاطع اللي انتشرت هي طلعة من البيت بلا أطفال ومع أطفال، يمكن الفيديو وصل لعشرات الملايين من الفيوز خلال أيام قد ما الناس حبته، فبحس أي شيء بيشبه حياتنا اليومية الناس بتتفاعل معه كثير. هل ندمتي على تقديم أي مقطع معين، حذفتيه ربما أو تراجعتي عنه؟ ولا مرة نزلت فيديو وحذفته، طبعا في فيديوهات الناس بتحبها أكثر، في أحيانا يعني مثلا ممكن أكون عم بقدم الأم العربية بصورة امرأة محجبة وفي ناس تعتبر تاخذ الموضوع بجانب سلبي، وهذا ما أريد أن أسألك عنه تحديدا، أنه اختيارك للحديث عن محتوى خاص بالمرأة العربية إلى أي مدى تسبب في تعرضك ربما للهجوم من المجتمع أو من حولك، وهل يعني هناك حاجة اليوم لتوعية إضافية أم أن المرأة العربية ليست بحاجة لذلك برأيك؟ الحقيقة يعني أحيانا الناس بتحسس من أشياء غريبة، يعني لما أنا بقدم الأم العربية مع حجاب أحيانا، يعني أنا كثير وقت بقدمها بلا حجاب إني قاعدة ببيتها مع أولادها، في ناس بتتحسس طب ليش، يعني العرب يعني لما بتلبسي حجاب تنعرفي إنك عربية، هذا واقعنا، أنا ما عم بطلع عن المجتمع، أنا عم بصور الواقع مثل ما هو. أو لما بحكي إنه الأم العربية مثلا عم بتعصب بمواقف معينة، الأمهات من كل الجنسيات بتعصب، بس أنا ببالغ بالمفارقة بين الجنسيتين لأنه الكوميديا هي أصلا مبالغة، ولا أما الموضوع ببطل مضحك أساسا. في أشياء بتستفز العالم لأنه هي حقيقة مستفزة،
فيعني مثل ما بيقولوا بالعاميه فيه شوكه بتنخز. يعني في تعليقات بشوفها انه ايه يعني هذا صحيح الواقع، انا ما عم بجيب شيء من عندي. فبحس كل ما استفزيت العالم اكثر باشياء معينه كان بنبسط لانه المسج عم توصل، لانه بالفعل في عندنا مثل اي مجتمع عادات باليه واشياء يعني للاسف مؤذيه، بس بنفس الوقت عندنا عادات جميله وحلوه جدا. ولكن هل الاستفزاز والتضخيم هو ما يرفع من نسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك يعني نراه منتشرا أكثر من مواضيع أخرى؟ في كتير اشياء ترفع نسب المشاهده، في اشياء ما بعرف كيف اصلا عم ترفع نسب المشاهده. في جنون بشكل عام، في جنون على السوشيال ميديا. انا شخصيا يعني طبعا اكيد بهمني نسب المشاهده تكون عاليه، لكن يعني في فرق بين انه الناس تكون عم تضحك معك او على نكته حكيتها، بين الناس تكون عم تضحك عليك. او صحيح في فرق لما بتكون صحيح التعليقات كلها سلبيه والناس كلها عم تنتقدك ومشان هيك انت عم توصل اكثر، وبين انه يكون عندك 2000 تعليق جيد وفي 20 سلبيات. يعني لازم ننتبه كثير مين اللي ليش عم تزيد نسب المشاهده وشو عم بيصير، لانه حقيقه هو عالم مخيف. To صحيح be very honest. هل هناك من يساعدك في محتواك على مواقع التواصل الاجتماعي أم أنك تقومين بهذا العمل فردي؟ وهل بدأت تتلقين مردود مالي من كل هذه الفيديوهات وهذا الانتشار الكبير؟ تمام. هلا هو صار يعني صارت مهنتي الوحيده، انا تركت شغلي من بعد سنه تقريبا من صناعه المحتوى لما شفت انه الموضوع صار جد، صار بيزنس، صار عم يجيني عقود عمل مع شركات اجنبيه. بالبدايه وتصوير الفيديوهات بعملهم بالبيت، بس لما عم بيكون في تصويرات لدعايات او اشياء بتطلب نوع من الاحترافيه فبتعاقد مع شركه انتاج، وفي هيك يعني فريق كثير صغير بيساعدوني بموضوع الادفرتايزمنت والشغل مع البراند. لكن كتابة السيناريوز والتصوير والأشياء اللي أنا يعني بستمتع فيها هي بعملها لوحدي. بطريقتك الكوميدية والعفوية، ما النصيحة وماذا تقولين للمرأة العربية التي تشاهدنا اليوم؟ والله يعني نحن أجدع ناس صراحة. أنا ما بعرف ليش في ناس بتقول نحن هي يعني أحن أم بالعالم، هي الأم العربية وأحلى أم بالعالم. يعني الأشياء اللي بنتحسس منهم ما لازم نتحسس منهم أصلاً، نحن هيك ربينا ولذلك طلعنا نساء قويات وبنتحمل كتير ظروف، يعني كتير شعوب تانية ما بتقدر تتحملها. ف keep going، يعني الشيء اللي عم تتحمله الأمهات بكل أنحاء الوطن العربي هو شيء عظيم، والإنجازات اللي عم يعملوها لازم يكونوا فخورين بحالهم صراحة. ذكرت نقطة مهمة وهي أنه فعلا النساء قويات، يمكنهم فعل الكثير ورغم أنه الأمومة صعبة، ويعني لحالها دون أي أعمال أخرى الأمومة صعبة. دعيني أسألك، ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير وتقديم المحتوى؟ يعني هو انك تلاقي وقت مثل اي مهنه لما بتكوني متفرغه لتربيه اطفال صغار يعني بقمه الحاجه لإلك. انا ابني لسه عمره سنه ونص، وبنتي لما بلشت كان عمرها سنه ونص، هلا عمرها 4 سنين وشوي، ستيل بيبي يعني. فانك تقدري تلاقي وقت لهم وتلاقي وقت لحالك وتكوني كرييتيف وتخترعي افكار وتقضي يعني مثل اي مهنه حقيقه. يعني لسه في كثير مهن تتطلب يعني وقت اكثر ومصاعب اكثر، فالحمد لله يعني انا محظوظه انه لقيت شغفي وقدرت احول هاي الهوايه لمهنه، لانه نوعا ما فيها فلكسبيليتي، فيها مرونه بانك تنقي بين وقتك وبيتك وشغلك يعني. ولكن عادة الناس لا تقدر إنه المحتوى الجميل على مواقع التواصل الاجتماعي يأخذ وقت أكثر بكثير من الدقيقة التي نشاهدها أو أقل، يعني من الكم ثانية التي نشاهدها. كم من الوقت يستغرقك بين التفكير والتحضير وتصوير المحتوى لنشاهد هذا المقطع الطريف؟ كثير. التفكير بضل يعني بصير موقف قدامي احيانا بكون قاعده مع انا بقول يلا لازم اعمله، بس مو ثاني يوم حتى ما يعرفوا انه انا استوحيت الفكره منهم. قال لي اعطي حالي وقت عشان ما يزعلوا مني الناس. يعني بين التصوير والتحضير والشخصيات، لانه احيانا بعمل 3 4 كاركترز وكل وحده بدها بيروك وبدها لوك وبدها طريقه حديث فممكن بياخذ له 2 3 ساعات، والاديتنج كمان شي ساعه، يعني بياخذ فيديو من 3 4 ساعات لتطلع 59 دقيقة ثانية يعني. ثواني صحيح.
تدعيني أسألك، لماذا قررت أن تشركي ابنتك في محتواك مع انتشار نصائح في الأوساط العربية أنه بعدم مشاركة صور ومقاطع للأبناء على منصات التواصل؟ وهل ذلك يعني إيجابي بالنسبة لابنتك أم أنه لديه أيضا جانب سلبي؟ حقيقة هو يعني وجود الأطفال على الإنترنت بشكل عام هو شيء مخيف. أنا معك 100%، وأنا ما بعرف لأي عمر رح أتقبل إنه أولادي يكون عندهم موبايلات بإيديهم، يكون عندهم سوشيال ميديا بلاتفورمز خاصين فيهم. طبعا هذا الشيء رح يصير سواء حبيت أو لا، لأنه نحن بزمن ما بتقدر تحارب التكنولوجيا وما بتقدر تعيش بلاها، وما لازم أصلا. يعني في جوانب إيجابية عديدة جدا. هو شيء مخيف طبعا، لكن يعني واجبنا كأهل إنه نحن نقدر قدر الإمكان نحمي أطفالنا ونحاول إنه يعني يكونوا موجودين، لأنه هن جزء من حياتي. يعني أنا ما بدخل بنتي لأنه في مخططات كبيرة براسي، بالعكس. يعني أنا بدخل بنتي لأنه هي she's part of me، يعني part of my day. أنا بالأخير ربة منزل، أنا يعني بالولاد مع أولادي 24 ساعة، فطبيعي إنه أنزل ستوري يكونوا موجودين، أو أعمل دعاية مثلا لبراند خاصة بالأطفال يكونوا فيها أولادي. بس أنا ولا مرة عملت مقطع كوميدي وكان أولادي موجودين فيه. الهدف لأنه بخاف عليهم، بخاف يجي تعليقات سخيفة، بخاف الفيديو يفشل لسبب ما والناس تصب تعليقات السلبية على أولادي، فبحاول أحميهم بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة. طبعا وجودهم حاليا هو شيء يعني بالنسبة لهم مسلي، قاعدين جنب بعض صورنا ستوري ضحكت، يمكن بس تكبر ما تحبوا هذا الشيء، أنا بحترمه وبفهمه 100%. ف يعني كأهل بحاول قدر الإمكان. يعني وهي فعلا نقطة مهمة للإضاءة عليها مع انتشار الفيديوهات للأطفال بصورة كبيرة، يعني ربما على الأهل تحمل مسؤولية ما، لأنه يعني حتى عالم السوشيال ميديا نحن لا نحمل مسؤوليته في بعض الأحيان، ونتلقى تعليقات سلبية ونواجه مواقف صعبة من ورائه. ماذا عن الأطفال؟ وهنا نذكر مرة جديدة بضرورة الاهتمام بالمحتوى فيما يخص طبعا الأطفال. شكرا جزيلا لك، سنتابع كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لك ديما مصلي من